السلام عليكم. تتجاذب الوضع الفلسطيني تحت الاحتلال الصهيوني نظريتان: النظرية التقليدية السائدة التي تدعو إلى الكفاح المسلح في مقاومة العدو الصهيوني، والنظرية المقابلة التي يتبناها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الداعية إلى المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال الصهيوني. المقاومة المسلحة تحتاج إلى تنظيم وتدريب وسلاح، ويمكن إنجاز هذه المهام سراً والتعامل مع تنظيم يتلقى الأوامر وينفذها. أما العمل الشعبي السلمي الذي يبدو للوهلة الأولى أنه أمر ممكن ومتيسر، إلا أنه يظهر بعد نظرة متأنية أنه عمل يحتاج إلى إعداد وتدبير وتنظيم، ربما يكون أصعب من إعداد وتدبير وتنظيم العمل المسلح. فما أهم نظريات مقاومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة؟ هل يفضل الفلسطينيون المقاومة المسلحة أم الشعبية السلمية؟ ولماذا؟ ما متطلبات الكفاح الشعبي السلمي؟ وهل هو بديل عن الكفاح المسلح؟ أليس حريا بالفلسطينيين الاتفاق على شكل وآليات مقاومة العدو الصهيوني؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفنا في هذا اليوم مع الدكتور جهاد حرب الأكاديمي والباحث الفلسطيني الذي سينضم إلينا بعد قليل من رام الله مباشرة، وعلى ضيفي في الأستوديو الأستاذ بشار شلبي المحلل السياسي الفلسطيني. أرحب بك معنا أستاذ بشار في هذه الحلقة، وسينضم إلينا لاحقا الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. نتابع هذه الحلقة بعد مشاهدة هذا التقرير، فابقوا معنا. تنقسم ثورات الشعوب بحسب الخبراء العسكريين إلى شعبية وعسكرية، تقود الشعوب أولها ضد العبودية أو الاستعمار وتهدف إلى التشويش، فيما يخوض العسكريون ثوراتهم المسلحة بهدف الاستنزاف. ونظرا لطبيعة النوعين المختلفين فإنه لا تشكل أي منهما بديلا عن الأخرى. إذا تحدثنا عن المقاومة الشعبية نتحدث أيضا عن المقاومة المسلحة، وكلاهما مهم لا يمكن أن تختصر، لذلك لابد من انتهاج المقاومة المسلحة والحفاظ عليها والحفاظ على سلاح المقاومة، بل وتطوير هذا السلاح لكي يكون فعالا مؤذيا لهذا العدو. والتجارب الفلسطينية غنية بالأمثلة، فانتفاضة الحجارة عام 86 كانت شعبية بامتياز، حيث تركزت على تعكير صفوف أعمال الاحتلال في قطاع غزة والضفة المحتلة، وظلت كذلك لتلعب دورا مساندا للثورة المسلحة عام 2000 والتي عرفت بانتفاضة الأقصى. منذ احتلال أرض فلسطين وشعبنا الفلسطيني خاض واستخدم كل أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة، ورغم أن المقاومة الشعبية سجلت العديد من النجاحات على صعيد تشكيل حالة استنزاف يومي للاحتلال الصهيوني عسكري وأمني وميداني وداخلي، إلا أن خيار المقاومة المسلحة هو الخيار الأنجع والأنجح في التعامل مع العقلية الصهيونية القائمة على الإرهاب وعلى القتل. وعلى الرغم من تدرج الثورات الفلسطينية إلا أن الشعب يميل إلى العسكرية أكثر، بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف سوى لغة القوة ولا يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في أرضه ولا يتوانى عن القمع والتنكيل في الشباب الأعزل. نحن نعتبر أن الحل الأمثل لتفعيل هذه الانتفاضة يتأتى عبر المقاومة الشعبية أولا ابتداء، ثم بالانتقال رويدا رويدا إلى أن نصل إلى مرحلة الاشتباك الكامل بما في ذلك وعلى رأس ذلك المقاومة المسلحة القادرة على تغيير الموقف. ويشهد الوضع القائم على الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من الاستنزاف المباشر لقوات الاحتلال العسكرية من جهة، كما تعمل فصائل المقاومة وفق اتفاق عسكري موحد على آلية وتوقيت وطريقة الرد على أي عدوان إسرائيلي من جهة أخرى، فيما لا تزال حالة لا حرب ولا سلم سيدة الميدان. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع، فلسطين ونظريات مقاومة العدو أو الاحتلال الصهيوني هو موضوع نقاشنا في هذه الحلقة. طبعا موضوع شائك وقد لاقى جدلا طويلا منذ عقود من الزمن، ولكننا في كل محطة من محطات الكفاح والنضال الفلسطيني نحتاج أن نطرق هذا الباب مرة أخرى ونستمع إلى الآراء المتعددة من أهل الاختصاص. أرحب بك مرة جديدة أستاذ بشار معنا في هذه الحلقة. كما قلنا في المقدمة، المسألة ليست وليدة اللحظة، منذ زمن طويل وهناك اختلاف في التوجهات في معالجة
معالجة الوضع أو الصراع مع العدو الصهيوني الذين كانوا يقاومونه بشكل مسلح، انقلبوا على هذا الاتجاه وعلى هذه النظرية، وأصبحت المقاومة بالنسبة لديهم مقاومة سلمية شعبية، وهي معقدة جدا وتحتاج إلى عمل مكثف. هناك بعد آخر يتعلق بحركة حماس مثلا تتبنى فيه الكفاح المسلح ولا ترفض أيضا الكفاح السلمي الشعبي. كيف يمكن أن نطل على هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ يونس وللجمهور الكريم، تحياتي للمقاومين وللمناضلين وللمجاهدين وللثابتين، تحياتي لكل من يرفض الاحتلال أي احتلال، ولكل من يتمسك بحقه بالتعبير عن رفض الاحتلال بكل أشكال الرفض التي أوتيها الإنسان. احتلال فلسطين لم يبدأ مع العصابات الصهيونية سواء في سنة 1947 أو قبل ذلك، وإنما الاحتلال الصهيوني سبقه احتلال بريطاني وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين. في تلك المرحلة الشعب الفلسطيني عبر عن التعاون مع الاحتلال بتعبير واضح، عنوان هذا التعبير بندقية. نعم. عنوان هذا الرفض للاحتلال هو مقاومة مسلحة، مجموعات مقاومة بكل بساطة وبكل يسر. بندقية، يبيع المقاوم الفلسطيني المجاهد الفلسطيني يبيع حلي زوجته، يبيع أكرمكم الله الدابة اللي عنده ويشتري فيها بندقية، وينضم إلى مجموعات الثوار ومجموعات المقاومين، الشيخ فرحان السعدي، الشيخ عز الدين القسام، هذه الأيقونات التي تربى عليها أبناء الشعب الفلسطيني سبقت الوجود الصهيوني الاحتلالي، ثم استمرت هذه الصورة مع الوجود الصهيوني الاحتلالي. شعب يقع تحت الاحتلال، عملية احتلال، النقيض الطبيعي المنطقي مقاومة. نعم. هذا النقيض الطبيعي المقاومة الشكل الأساسي له هو مقاومة تكافئ الاحتلال. الاحتلال تم بالقوة بالعدوان بالسلاح، والمقاومة تتم بالقوة برد العدوان وبالسلاح. هذه هي الصورة الطبيعية، هذا هو المنطق. نعم. التفاصيل تأتي بعد ذلك. من هنا البداية في مفهوم مقاومة الاحتلال. جميل. من هذه المقدمة ندخل إلى 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 سؤال آخر. السؤال الآخر يتعلق بطبيعة الاختلاف الدائر بين من يتبنى الكفاح المسلح وبين من يرفض الكفاح المسلح. من يتبنى الكفاح المسلح حاليا لا يرفض شكل آخر وهو المقاومة الشعبية السلمية ويدير لا. هذا النوع من المقاومة، لكن في المقابل من يتبنى الكفاح أو المقاومة الشعبية السلمية الآن في رئاسة السلطة ومنظمة التحرير إلى آخره ترفض تماما أن يكون هناك كفاح مسلح، بل تحارب الكفاح المسلح وتلاحق المقاومين وأسلحتهم إلى آخره كما تعرف. ألا تعتقد بأن هذا الوضع هو الوضع المثالي بالنسبة للاحتلال الصهيوني، الاختلاف بهذا الشكل بل وقيام طرف ما بما يريد الاحتلال من خلال محاربة المقاومة المسلحة؟ أنا أريد أن نعود جميعا إلى المسار التاريخي. نعم. للاحتلال ولمقاومة الاحتلال في دول مختلفة باستمرار. كان في الدول الواقعة تحت الاحتلال وجهات نظر متباينة. نعم. وصلت هذه وجهات النظر إلى اقتتال الأطراف الواقعة تحت الاحتلال. نعم. وكان كثير من مبررات هذا الاقتتال متعلقة بالصورة الأمثل أو بالنموذج الأصلح للتخلص من الاحتلال. وكان كثيرا ما تكون وجهة نظر الاحتلال في مقاومته هي الحاكم، يعني الاحتلال بيقدم لك وجهة نظر بيقول لك هيك قاومني، كيف تقاوم؟ نعم. بحكي لك هيك قاومني، وبعدين في جهة بتتبنى وجهة النظر هاي وتصبح تعادي الجهة الأخرى اللي هي شقيقتها أو اللي هي من نفس بنيتها. نعم. لا أحد يرفض تعدد أشكال المقاومة للاحتلال، لا أحد يستثني وسائل مقاومة الاحتلال، حتى في الحالة الفلسطينية أخي الكريم. نعم. المظاهرات النسائية، أنا وقفت على بعض المظاهرات النسائية في دراسة متعلقة بتشكيل الهيئات النقابية في فلسطين، موضوع مختلف. نعم. لكن نعم. وقفت على مظاهرة نسائية تعود إلى سنة 1927 أو 1926، مظاهرة نسائية كبرى في القدس. فشكل المظاهرة موجود. نعم. ومرحب به وقائم. شكل الكتابة الصحف اللي كانت موجودة في
الساحل الفلسطيني وفي القدس موجودة وتعبر عن المقاومة وتعبر تمام. عن الموقف، القصيدة، الأنشودة، الأغنية، كله يجب استثماره. تمام جميل. دعني أرحب بضيفي الدكتور حسن خريشة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم دكتور. الموضوع ليس حديثا، هو موضوع قديم جديد ولكنه شائك، يخرج للمشهد في كل مرة نضطر للاشتباك فيها مع الاحتلال كما حصل بعد قرار ترامب. حتى المقاومة الشعبية السلمية الذين يروجون لها ويتبنون خطها، للأسف الشديد لا يتقنون فعلها على أرض الواقع، لأنها تتطلب ثقة كبيرة وقوية بالجمهور الفلسطيني، وهذا ما لا يتوفر بين القيادة الحالية للسلطة أو للمنظمة وبين الجماهير الفلسطينية. ما رؤيتكم الخاصة في هذا الاتجاه؟ يعني أولا الانتفاضة اللي بنتحدث عنها هذه الأيام وهي انتفاضة ضد قرار ترامب، أنا بعتقد قضية المقاومة الشعبية اللي بنتحدث عنها أو الانتفاضة بحاجة لأدوات وبحاجة أيضا لوسائل، وبعتقد أنه هي نفسها اللي بتفرض وسائلها وبتفرض أدواتها، لأنه الهدف بالنسبة لها واضح هو رفض قرار ترامب وتثبيت أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية أو عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني، هذا جانب مهم. وبالتالي في هناك معضلة أساسية، في هناك عدم ثقة ما بين الجمهور الفلسطيني والمواطن الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية بصورة أو بأخرى، وأيضا هذه الثقة جزء منها يعني موجه للفصائل الفلسطينية، وبالتالي في هناك حالة من يعني خلينا نقول أو ردود الأفعال اللي حصلت بالبداية كان في هناك وحدة شعبية فلسطينية وطنية على الأرض، فمثلت أنه كل التوجهات السياسية، كل الفئات العمرية، كل الناس اشتركوا بإطار واحد في مواجهة المحتل وذهبوا إلى نقاط الاحتكاك مع الإسرائيليين لتثبيت ذلك، مدعومين أو مسنودين من قوى أيضا من قوى الشارع العربي والإسلامي في العالم، بالإضافة إلى ما رأينا من يعني تحركات رسمية دولية، يعني أقول في مجلس الأمن، في الجمعية العامة، في المؤتمر الإسلامي، كل هذه القضايا أنا بعتقد أعطت دفعة للمواطن الفلسطيني لأن يهب بصورة أو بأخرى للدفاع عن القدس وعن قضيته. تمام دكتور، لكن ما هو الشكل الأنسب الآن لمقاومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قطاع غزة، في الضفة الغربية المحتلة برأيكم؟ أنا بقول الشكل الأنسب قلنا الانتفاضة نفسها أو المقاومين نفسهم أو المنتفضين نفسهم، لكن نحن عندنا تجارب معينة، ما في تجربة ممكن أن يعني نسحبها بشكل آلي على تجارب أخرى. عندنا الانتفاضة الأولى كانت انتفاضة شعبية، كل الناس شاركت فيها، كل الفئات العمرية، كل المجتمع الفلسطيني كانت وسيلتها وأداتها الحجر. في الانتفاضة الثانية انتفاضة الأقصى كانت وسيلتها ببداية بدأت في عمليات الاستشهادية ثم انتهت بقضية المقاومة بالمسلحة. في الانتفاضة الثالثة أو كما يسمى انتفاضة القدس اللي يعني كانت بوسائل فردية، بأدوات فردية وأشخاص، بعمليات فردية سواء كان بالسكين، بالمسدس، بالسيارة، بالدهس إلى آخره. اليوم هذه الانتفاضة أنا بعتقد هناك قرار عند فصائل القوى السياسية الفلسطينية أن تكون هناك انتفاضة، لكن حتى اللحظة لم نرى لهذه الانتفاضة قيادة وطنية موحدة ترعاها. يبدو أنه في كل منطقة سكانية أو إقليم سكاني صغير هو اللي بيحدد، يعني مجموعة الأشخاص اللي بتحدد شكلها. وبالتالي أنا بتمنى أنه يعني أنا بعتقد أنه الظروف هي التي تحتم أو تحكم قضية الأداة المستخدم والأدوات. حتى اللحظة الناس تحدث عن مقاومة أو شعبية سلمية، لأنه في رأيين، الرأي في غزة شكل يعني اللي بتحدث عن المقاومة بتحدث بطريقة مختلفة عن المقاومة الشعبية، واللي بتحدث عن المقاومة بتحدث عن طريقة مختلفة. أنا بعتقد اليوم بعد ما قرر بشكل واضح أنه لم يعد يثق بأمريكا وسيطا، بالرغم من للأسف الشديد حتى اللحظة لم نعلن نحن موقفنا كفلسطينيين، كسلطة وطنية فلسطينية، عن رفضنا أو انسحابنا من ما يسمى بالعملية السياسية، وبالتالي بدأنا نبحث عن دول أخرى من فلسطين، وهذا جزء من المقاومة السلمية. أرجو أن تبقى معي دكتور حسن خريشة، سأعود إليك بعد قليل بعد أن أرحب بضيفنا من رام الله مباشرة الدكتور جهاد حرب، الأكاديمي والباحث الفلسطيني. أهلا وسهلا بك معنا دكتور جهاد. طيب أهلا وسهلا دكتور جهاد، يسمعنا إذا دكتور. متطلبات الكفاح الشعبي السلمي لا تقل أهمية عن يعني وتوفيرها لا يقل أهمية وخطورة عن العمل المسلح.
ومع ذلك عندما يضطر كما قلنا في البداية أو يشتبك الاحتلال يشتبك الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني، نعود مرة جديدة لهذا النقاش، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي لا نعرف إلى أين ستستمر أو كيف ستكون في قابل الأيام، حيث أن هناك قرار أمريكي متعجرف، هناك حديث عن دولة فلسطينية في غزة وسيناء، قضايا كثيرة تعرفها. فبرأيكم هل لدينا فعلا كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية الاستعداد الكامل لهذه المرحلة؟ يعني الشعوب دائما حاضرة في المواجهة ضد الاحتلال أو ضد الاستعمار، لكن هذه الشعوب تحتاج إلى قيادة وتأطير للعمل الشعبي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتنظيم وسائل وأدوات العمل التي بإمكانها أن مجدية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي الحالة هذه تحتاج إلى أولا قيادة ميدانية تحدد البرنامج، وهذا يحتاج إلى اتفاق وطني فلسطيني، وأيضا إلى تأطير الأفعال والأعمال. وأعتقد أن المسألة لا تتعلق بمركزة القيادة بقدر أن تكون القدرة لدى التجمعات السكنية المختلفة وفقا لأوضاعها الجغرافية والديمغرافية أيضا، وقربها من مناطق التماس سواء مع حواجز الاحتلال الإسرائيلي أو مع المستوطنين أو مرور المستوطنين من بين الشوارع التي تخترق هذه القرى تحديدا، لديها القدرة على اتخاذ القرار، لكن ضمن إطار موحد، ضمن إطار واضح أن المقاومة الشعبية هي التي يتم استخدامها، وعدم استخدام السلاح خاصة في هذه المرحلة، لأن المقاومة الشعبية تحتاج إلى تعزيز القوى الفاعلة في المجتمع، أي توسيع المشاركة، وهذا يتطلب ألا يكون هناك عملا عنيفا تصبح بموجبه هذه المواجهات هي مواجهات نخبوية. شاهدنا خلال السنتين الماضيتين مجموعة من العمليات الدهس والطعن، وهي عمليات نخبوية كان يقوم بها أفراد لم تتبنها الأحزاب السياسية تحديدا. إذا ما أرادت الأحزاب السياسية أن تتبنى العمل الشعبي أو المقاومة، هي ستتبنى العمل الشعبي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعزز من قدرة أو من تواجد وعدد وأماكن تجمع الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ربما ما تحتاجه اليوم فلسطين في إطار المقاومة الشعبية سواء في مدينة القدس أو في الضفة الغربية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة. نعم، ألا يتطلب ذلك دكتور أن يكون هناك علاقة عميقة ووثيقة بين القيادة الفلسطينية وبين الجمهور؟ وهل هذه العلاقة متوفرة؟ لأنك تعرف أن هذه الجماهير التي ستقودها قيادة موحدة أو قيادة تتبنى هذا العمل يجب أن تكون مقنعة بالنسبة للجمهور. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن مقاومة سلمية شعبية، فمن باب أولى أن نوقف التنسيق الأمني، أن نلوح بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، أن نفعل شيئا ما يجعل هذه الجماهير تثق أكثر وتلتصق أكثر بالقيادة وتنطلق إلى انتفاضة. نعم، أنا أتحدث عن مسار المقاومة الشعبية. نعم. الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يجب أن تكون في مسارات متوازية، بمعنى الخطاب الذي نسمعه اليوم من القيادة الفلسطينية خطاب أو من الرئيس محمود عباس تحديدا هو خطاب عالي السقف في مواجهة وتحدي مع الإدارة الأمريكية، وهذا يحتاج أيضا إلى تناغم مع الشارع الفلسطيني، بمعنى أن المسارات المختلفة والمتوازية يجب أن تكون متناغمة ومنسجمة أيضا مع الأهداف الوطنية الفلسطينية، سواء كان مسار العمل على في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية أو على الدول كأفراد أو مجموعات إقليمية أو من خلال دعم حركة البي دي أس، وكذلك دعم المقاومة الشعبية السلمية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس تحديدا. هذه مسارات متعددة، ويمكن استخدام مسارات أخرى. نحن لا نتحدث عن إنهاء أو لا يوجد حتى الآن قرار بإنهاء ما كان سابقا، أي اتفاق أوسلو والتزاماته على الأقل عند الحديث أمام المجتمع الدولي. وهنا باعتقادي أن المسألة تتعلق بمدى ودرجة
المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني أو التي سنصل إليها من خلال موجات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. في تلك اللحظة أو في لحظة ما يمكن الحديث عن إنهاء السلطة الفلسطينية، ويمكن الحديث عن تقديم ملف الاستيطان بشكل رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية، ويمكن سحب الاعتراف بإسرائيل. جميعها هذه خيارات يمكن استخدامها، لكن وفقا لمتطلبات المرحلة النضالية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. ما زالت الأمور باعتقادي في بدايتها أو في إرهاصات الانتفاضة إذا جاز التعبير. هناك مجموعة من المواجهات ترتفع وتتصاعد أحيانا وتنخفض حدة المواجهة أحيانا أخرى، تأخذ شكلا شعبيا في منطقة وأيضا أو في أحيانا وأيضا في أماكن، وأحيانا أيضا تأخذ شكلا نخبويا من خلال العمليات الفردية. نعم. ما زلنا في البدايات، وأن حسم هذا القرار لا يمكن التقدم به في بداية العمل، وإنما لمرحلة إنضاج الخيارات الفلسطينية المتعلقة بالنظرية الصفرية إذا جاز التعبير في العلوم السياسية، بمعنى نعم. أننا سنحرق وضحت الفكرة. وبالتالي هذا تمام. يعني إنهاء السلطة الفلسطينية، إنهاء العملية السياسية القائمة حتى الآن، لكن ما زال الخيار الفلسطيني حتى الآن هو خيار السلام، وأن جميع الممارسات التي يتم استخدامها هي ضمن إطار القانون وضمن تعميق التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. أشكرك دكتور، أرجو أن تبقى معنا. أستاذ بشار، إذن المرحلة النضالية الحالية ما زالت في البداية، لا تتطلب أن يكون هناك اشتباك من هذا النوع حتى لو كان سلمي بالنقاط التي ذكرتها وذكرها ضيف الكريم. اللجوء إلى تلك الخطوات ما زال مبكرا، وما زال بإمكاننا أن نفعل الكثير قبل أن نأتي إلى المعادلة الصفرية التي لا أحد يريدها في الحقيقة. هذه وجهة نظر موجودة على الساحة الفلسطينية وموجودة بقوة، بل تتبناها القيادة الفلسطينية وتأخذ الجماهير الفلسطينية بهذا الاتجاه. هل تعتقد أن هذه الخطوات أو هذا النوع من التفكير والأساليب قد يثمر فعلا بشيء مؤثر على السياسة العالمية، على الأمريكان، على الصهاينة، على العرب، حتى يغيروا ويبدلوا من هذه الإجراءات؟ بالمناسبة وآسف للإطالة، نحن لا نتحدث فقط عن قرار أمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة وكذا، هناك قرارات أعلن عن جزء منها، أو هناك من يتنبأ بأن هناك قرارات أخرى قد تأتي في المستقبل القريب. المسألة أكبر من مجرد قرار أمريكي. تفضل. شوف أخي يونس، مشكلة الشعب الفلسطيني احتلال أرضه وتشريده وانتهاك كل حقوقه قبل قضية ترامب. اليوم احنا بكل صراحة وبكل وضوح في لدينا وجهة نظر تحاول ان تزين ما تناقض قبل بيوم او قبل بيومين. نحن سمعنا من اركان السلطة من ينسف اي احتمال لعملية سياسية وبقول انتهت اوسلو وانتهت العملية السياسية وتوقفت. يشهد اركان او بعض اركان السلطة بأن العملية السياسية المسمى أوسلو أو تحت أوسلو هي عمليا لم يبقى منها شيء، لم يبقى هناك روح حق. إذا افترضنا أنه كان هناك من يقتنع أو من كان مقتنعا بأن هناك روح لعملية سياسية سواء أوسلو أو بعد أوسلو أو غيره، الآن هؤلاء أو بعضهم يقول أنه لم يعد هناك شيء اسمه أوسلو أو عملية سياسية. وبالتالي الحديث عن عملية سياسية يتطلب معطيات على أرض الواقع، لكن لا يمكن أن النظر إلى العملية السياسية من طرف واحد، الطرف الفلسطيني ويقوم بعملية سياسية بين قوسين، الطرف الإسرائيلي يقوم بالاستيطان المستمر، يقوم بالاعتداء على القدس بمحاولة نزع أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية أو حتى الأردنية طبيعي عن القدس وعن الأقصى، محاولة كذا محاولة كذا، التضييق على كل ما يمكن أن يسمى حق فلسطيني سواء عبر أوسلو أو ما بعد أوسلو أو أقل أو أكثر. هذه كلياتها تصطدم بأنه العملية السياسية يا إما بتكون بين أطراف متكافئة أو بتكون بين أطراف حتى تحقق حقوق. أما أن يلتزم الطرف الفلسطيني بالعملية السياسية ويخضع بين قوسين كما تفضل الدكتور للقانون، أي قانون؟ هل هو قانون الاحتلال؟ قانون الاحتلال لا يخضع له الشعب، الشعوب لا تخضع لقانون الاحتلال، لأنه قانون الاحتلال يعني إنهاء حق الشعب والتصدي لأي نوع من أنواع. بينما هناك في قانون، حتى في قانون إنساني وفي قانون دولي وفي قانون حقوق إنسان، كلها هذه تقف
إلى جانب الشعب. أنا أريد أن أقول وباختصار نعم. الذي يرسم نظريات المقاومة هي حركة الشعوب، وحركة الشعوب هاي انتقدناها أو ما انتقدناها أمر آخر، لكن حركة الشعوب هي القادرة على صياغة النظرية، هي القادرة على إصلاح الخلل في المسير المقاوم، حتى لو لأنه المسير المقاوم يتعرض إلى أنواع متعددة نعم. من الاختلالات نعم. حركة الشعوب هي التي يمكن أن تحدث انتقال حقيقي تمام. وتقدم. بس أنا إذا سمحت لي بكل الأحوال المقاومة بأنواعها المختلفة التي تبدأ بالخطاب عالي السقف لكنها تمر بمسارات، جزء أساسي منها فعل سلبي وفعل إيجابي. الفعل السلبي أن تتوقف الجهة المعنية سواء كانت السلطة في هاي الحالة أو في غيرها عن تقديم بين قوسين خدمات مجانية لقوى الاحتلال، التنسيق الأمني خدمات مجانية. والفعل الإيجابي حتى نعود الفعل الإيجابي نوع آخر، الفعل الإيجابي هو السماح تمام. إعطاء الفرصة أن تكون هناك شكل من أشكال حماية الشكل المقاوم بالصور وكيف ولماذا والممكن. سنتحدث في هذا بعد أن نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده للنقاش مع ضيوفنا الكرام، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وأهلا بضيوف الكرام في هذه الحلقة، وأعود لضيفي الدكتور حسن خريشة عبر الخط الهاتفي. دكتور، يعني القيادة الفلسطينية التي بشرت منذ فترة طويلة منذ إنشاء هذه السلطة الفلسطينية بأنها ضد الكفاح المسلح وستقف ضد هذا الأسلوب إلى آخره، لم كما يقول بعض تقول بعض الآراء لم توجد في المقابل خطاب أو مقاومة شعبية سلمية بالشكل المطلوب من خلال تفعيل النقابات، تفعيل الشخصيات، تفعيل الجماهير الفلسطينية على النحو المطلوب. هل تعتقد أن السلطة في هذا التوقيت الحساس والخطير تقوم بهذه المهمة على الوجه المطلوب؟ وما أبرز الانتقادات الموجهة لها على أدائها في هذه المقاومة الشعبية السلمية؟ يعني أولا علينا نضع النقاط على الحروف. أولا لا يوجد رهان على هذه السلطة وقيادة هذه السلطة، ونحن نقول عندما نقول قيادة السلطة هنا نقصد الرئيس محمود عباس شخصيا، باعتبار أن كل المؤسسات الفلسطينية مؤسسات غير فاعلة غير نشطة لا تعمل أو تم تجميدها بصورة أو بأخرى. وبالتالي إذا كان الرئيس محمود عباس يتحدث عن ضرورة سحب الاعتراف من دولة الاحتلال فالأولى به أن نسحب نحن الفلسطينيين اعترافنا بدولة الاحتلال، هذا أولا. ثانيا حتى نكون نحن صادقين في وضعنا، حتى يعني الناس لما تذهب للحواجز بشبكة الإسرائيليين الأصل بالأشياء أنه أنا أبد أوقف التنسيق الأمني، وهذا لم يحصل حتى اللحظة. وأيضا عندما أتحدث أنه بديش أمريكا راعي للسلام، مش معقول أبحث عن رعاة جدد لعملية سلام وهمية أنا أدرك تماما أنها لن تفيد بشيء. وبالتالي رهاننا ليس على القيادة الفلسطينية، لأن هذه القيادة الفلسطينية هي نتاج عملية اسمها أوسلو، وأوسلو قد انتهت عند الإسرائيليين، لكن للأسف ذيول هذه ما زالت قائمة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي عدد الجمهور الذي يذهب ليواجه الاحتلال وينتفض يعني هو ليس تحت كبس الزر اذهبوا ثم لا تذهبوا إلى آخره. أنا أعتقد الأصل بالأشياء أن نركز فقط على قوى الشعب الفلسطيني الحية. للأسف حتى قوى الشعب الفلسطيني اللي بنشوفها لم تتفق على قيادة وطنية موحدة، وأيضا هذه السلطة تمنع حتى اللحظة إنهاء حالة الانقسام أو الذهاب إلى وحدة وتوحيد أدوات الشعب الفلسطيني بمواجهة المحتل. وبالتالي رهاننا فقط على شعبنا قدراته وكيف بدي يعني يبتكر ادوات جديده. دكتور حسن، يعني كما يقول ضيفي من رام الله، هذا يعني دخول السلطه في المعادله الصفريه، وهذا ما لا تريده السلطه الان. ربما لديها ما تراهن عليه، لديها ما تتوقع، ولديها ما تفعل في هذه المرحله. سيدي سلطه يعني ليس لها مؤسسات، عندما نقول سلطه نقصد هنا يعني في عندنا يعني خلينا نقول مؤسسات فلسطينيه، هذه المؤسسات يعني مجلس الامن الاجتماعي،
والجمعية العمومية العامة في الأمم المتحدة اجتمعت والمسلمين اجتمعوا، لكن لم يجتمع ولا مؤسسة فلسطينية واحدة حتى اللحظة تناقش ما الذي يجري. وبالتالي تفضل. نعم، يعني المؤسسات الفلسطينية غائبة ومغيبة لم تجتمع، بيحكوا عن اجتماع في المجلس المركزي في الشهر القادم، وبعتقد الأمور ستبقى تكون استقرت. نأمل حقيقة أن هاي القيادة أن ترتفع إلى مستوى الحدث اللي بنحكي عن قضية القدس وتهويد القدس، وبنحكي عن صفقة القرن، وبنحكي عن التي هاي صفقة القرن التي بدأت، وبنحكي عن تحالف عربي للأسف الشديد مع العدو الصهيوني من أجل عملية تطبيع ومن أجل تطبيق كل هذه القضايا. وبالتالي نحن نريد للأسف، يعني أنا بتمنى وأنا كنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل والغائب بطالب الرئيس محمود عباس أن يصدر غدا مثلا مرسوما رئاسيا يقول لنذهب إلى انتخابات. عندنا انتخابات، إحنا قيادي، هاي القيادة مطلوب منها بعمل الجماعي. تمام. لديها وضوح رؤية. وصلت الفكرة دكتور، أرجو أن تبقى معي. دكتور جهاد، ما رأيك فيما استمعت إليه؟ يعني هناك مطالبات للسلطة بأن تكون جادة في أدائها في هذه الفترة، يعني هناك هياكل وتجمعات مهمة فلسطينية لم تدخل في موضوع مقاومة الاحتلال في هذه الفترة، وقضايا كثيرة أنت تعرفها جيدا. يعني أنا أقول أنه إنضاج الظروف مهمة أساسية من قبل القيادة الفلسطينية للوصول إلى مرحلة التحول النوعي، بمعنى أن التراكم الكمي يجب أن يؤدي إلى تحول نوعي، وبالتالي ما يتعلق بالمقاومة الشعبية هو جزء من يجب أن يكون جزء من منهج حياة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. في نفس الوقت يجب أن يكون هناك إطارا قياديا فلسطينيا يعمل أيضا بالتوازي على القضايا السياسية المختلفة سواء داخل مؤسسة الأمم المتحدة أو على المستوى الإقليمي والدولي. وكل ما ذكره الدكتور حسن أعتقد أنه صحيح، وأيضا يحتاج إلى قراءة متمعنة من قبل القيادة الفلسطينية لتفعيل المؤسسات السياسية الفلسطينية سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية. لكن هذه السلطة أيضا هي قائمة على اتفاق أوسلو، في الوقت الذي تنتهي هذه السلطة أو ينتهي اتفاق أوسلو تنتهي مؤسسات السلطة الفلسطينية، وبالتالي تحتاج إلى إطار جديد لنظم العلاقات داخل المؤسسة الفلسطينية أو داخل المجتمع الفلسطيني. ولا أعتقد أن حتى الآن لدينا القدرة أو الإمكانية لتغيير هذه المؤسسة بمؤسسة جديدة قادرة أن تكون فاعلة داخل المجتمع الفلسطيني وتقدم الخدمات المختلفة الصحية والتعليمية وغيرها من القضايا التي تقوم بها السلطة الفلسطينية اليوم. لذلك نحن نتحدث عن كيف يمكن للفلسطينيين العمل بالمسارات المختلفة، وهنا يعني أريد أن أقول أحد المسارات هو أن يكون لديك مؤسسات تحترم مؤسسات سلطة تحترم حقوق الإنسان، وأيضا أن تكون رشيدة بمعنى الحكم الصالح لتكون أيضا نموذجا أمام المجتمع الدولي، وأن بين قوسين تنجح في الامتحان المتعلق بالكفاءة والقدرة فيما يتعلق بإدارة شؤون الحكم في البلاد. لذلك هذا مسار. دكتور اسمح لي هنا أنا أتساءل. كذلك أعتقد وفي ظني أيضا أن هذا المسار ضروري للإبقاء على جدوة وقدرة الفلسطينيين. كل ما تفضلت به دكتور هو غاية في الأهمية لا شك، ولكن ولكنه ينبني على فكرة أننا في مرحلة بناء دولة، وبالتالي يجب أن نثبت للعالم أننا دولة مؤسسات ومؤسسات محترمة والمواطن وكذا إلى آخره، وفي الواقع نحن في مرحلة تحرر وطني. هذا رأي مقابل وهو رأي قوي، لأن السلطة الآن بكل مكوناتها ومؤسساتها هي سلطة واقعة تحت الاحتلال، وأنت تعرف ذلك وأنت ابن الضفة الغربية يعني. فلذلك دكتور الأولى كما يقول بعض المراقبين، الأولى بذلك أن نفكر فعليا بإنشاء قيادة فلسطينية جديدة. هذه القيادة الفلسطينية الجديدة هي تقرر ما الذي سيكون عليه الوضع فيما بعد، ما هو شكل ومستقبل هذه السلطة. هذا كله يعني السلطة ليست نهاية الكون، وجودها من عدمه لن يؤثر في حياة الشعب الفلسطيني إلا إذا كانت سلبا أو إيجابا وفق ما هو معاش الآن. بكل تأكيد السلطة هي وسيلة بالضبط. نعم أنا في ظني وضع القيادات ليست
نعتذر عن هذا الخلل، يبدو أن هناك مشكلة ما. إذا سنعود لضيفنا من رام الله مرة جديدة كي نستمع لإجابته عن هذا السؤال. ما رأيك في هذه القضية؟ هي قضية في منتهى الأهمية. الكلام الآن ينبني على أساس أنه هذه السلطة للشعب وهي سلطة ستقيم دولة وكذا إلى آخره، بينما الحقيقة المرة أننا تحت احتلال، وأن هذا الاحتلال يفرض علينا أن نكون في مرحلة تحرير وليس مرحلة بناء دولة. يعني هذه الدولة التي نتطلع إليها للأسف الشديد هي دولة من يعني قطعة صغيرة مركبة تركيب بطريقة غريبة عجيبة يعرفها أهل الضفة الغربية المحتلة من خلال وجود الحواجز والمستوطنات وكذا إلى آخره. أصبح كل العالم يعرفها يا أخي. بالضبط بالضبط. وليس فقط أهل الضفة الغربية، وليس الذين يعيشون هناك أقصد. نعم. أهل فلسطين يعانون. نعم. أكثر من غيرهم لأنه غيرهم. الحقيقة أخي الكريم، فرق بين أن نجعل الاحتلال مكلفا وأن نجعله احتلال خمس نجوم. نعم. اليوم الصورة الموجودة هو احتلال خمس نجوم، ليس لديه مسؤوليات، ولكن يقوم بكل العمليات الاحتلالية وبكل الانتهاكات بشكل ممنهج ودائم وقائم، والطرف الفلسطيني لا يقوم بشيء في المقابل. أنا يعني أريد أن ولنحترم بصراحة، نحترم الشعب الفلسطيني ونحترم مؤسساته. أين هي هذه المؤسسات ومن يعطلها؟ إذا سعادة النائب اللي هو النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي بيقول لك هذا المجلس لم ينعقد ولم تتم دعوته. هذا المجلس اللي هو أهم مؤسسة يفترض أنها تكون للشعب الفلسطيني. أخي لا يوجد مؤسسات الآن، في تعطيل للمؤسسات، في مؤسسة واحدة تعمل هي المؤسسة الأمنية، تعمل في التنسيق مع العدو الصهيوني. نعم. هذا هو الحقيقة التي يجب أن نعترف بها. مشكلة المقاومة تتبدى عندما يكون في داخل نفس الإطار من يتصدى لها، من يفشلها، عندما يتمتع المستوطن بمروره الآمن وبتسليمه بين قوسين لما يخطئ، عندما يتعرض المقاوم إلى ملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية سواء عبر الناحية المالية أو عبر الناحية اللوجستية أو غيره، عندما يتحول الثابت الوحيد لدى الجهة اللي هي السلطة، الثابت الوحيد لديها هو التنسيق الأمني، الثابت الوحيد، كل شيء متغير. لا، الموضوع ما هو علاقة لا بمؤسسات ولا بغيره، له علاقة بأنه كل شيء تم تعطيله، لكن في المقابل كل شيء تم تدميره وبقيت حالة التنسيق الأمني. اليوم الشعب هو الثابت الذي يمكن أن نراهن عليه. اليوم إحنا هل لدينا قضية اسمها احتلال فلسطين ولا عندنا قضايا فرعية أخرى من هون ولا من هون؟ نعم. الحقيقة أخي الكريم إنه صار في عملية تجريف لوعي أو محاولة تجريف لوعي الشعب الفلسطيني، وصرف جوهر القضية من احتلال إلى جزئيات بسيطة ربما تصل إلى إدارة هنا أو هناك. نعم. هذه هي المشكلة الكبرى. دعني لضيق الوقت أذهب لضيفي من رام الله مرة أخرى وأعطيك الفرصة للإجابة عن سؤالي دكتور جهاد لو سمحت. دكتور جهاد هل تسمعني؟ يعني أعتقد أن المسألة مسألة إنتاج القيادة هي تحتاج إلى مسار مختلف. نعم أسمعك. نعم تفضل. نعم تفضل دكتور تفضل. القيادة أو إنتاج قيادة يحتاج إلى مسار واضح والانتخابات، والانتخابات لا يمكن أن تتم إلا من خلال موافقة إسرائيل على إجراء هذه الانتخابات في مدينة القدس وفي مناطق الضفة الغربية تحديدا إذا ما تجاوزنا وضع قطاع غزة الذي هو لا يوجد احتلال إسرائيلي فيه. وبالتالي نحن نحتاج كما ذكر الأصدقاء أيضا إلى تفعيل المقاومة الشعبية الفلسطينية في إطار موحد، في إطار قيادة ميدانية تحدد البرنامج، وهذا لا يتم إلا من خلال الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وإذا تحدثنا عن إنهاء الانقسام يعني التمسك بمؤسسات السلطة، بمعنى توحيد استعادة أو إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية التي هي قائمة على أوسلو. ويعني أنا أستغرب أحيانا النقاش عندما نريد أن نفرع شيئا عن شيء دون الوصول إلى الأصل أو دون الحديث عن الأصل. صحيح أن مؤسسات السلطة الفلسطينية أو المؤسسة الفلسطينية بشكل عام هي غائبة، هي غير فاعلة، لا المجلس التشريعي ولا غيره يعمل حتى الآن سوى مؤسسة الرئاسة، وهذا جزء من العيب الموجود لدى المؤسسة الفلسطينية. الشعب الفلسطيني لديه مسارين رئيسيين واختارهما أيضاً.
واختاره من شارك في الانتخابات عام 2006 أن يكون لديه مسارين. المسار الأول هو المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بأشكالها المختلفة، والمسار الآخر هو بناء مؤسسات الدولة، وهذا يحتاج إلى توافق ويحتاج إلى قبول دولي ويحتاج إلى مراعاة المصالح الدولية التي تقول وتلتزم بالاتفاقات الموقعة وأيضا تلتزم بخيار حل الدولتين. هذا هي المسارين المتوازيين اللذين يمكن أن يعملا بشكل متوازي، لكن على يجب أن يكونا متناغمين ومتناسقين، والخطوات يجب أن تكون متناسقة بحيث يؤدي إلى توحيد الخطاب الفلسطيني ويؤدي إلى تحقيق الغايات الفلسطينية وهو إنهاء الاحتلال. تمام دكتور، يعني أنا أبقى معك في سؤال آخر لضيق الوقت المتبقي، يعني ألا يتطلب هذا النظر من جديد بأداء السلطة وأسلوبها وطريقة تفكيرها؟ لأننا نتحدث عن دولة مؤسسات وعن دولة، وهذا شيء جميل جدا ونحن ندعم أن نكون دولة فلسطينية مستقلة، ولكن في المقابل ننظر إلى الضفة الغربية المحتلة التي ستقام عليها جزء من الدولة. الاستيطان لم يبقي شيء في القدس المحتلة وهي عاصمتنا، لا نزال حتى الآن نقول أننا نريد القدس الشرقية، مع أن هذه مسألة بالنسبة للاحتلال غير واردة. هو يقول لك أنا القدس الموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل. ما بدي يكون أنا يعني راديكالي زاد عن اللزوم كما يقال، ولكن نحن في الحقيقة نقيم دولة بلا عاصمة. القدس الشرقية عاصمة فلسطين. نعم؟ لا لا. نحن نقيم دولة بلا عاصمة، نقيم دولة مليئة بالمستوطنات، والفلسطينيين يريدون القدس عاصمة لهم أيضا. نعم هذا. تفضل دكتور، تفضل أعطيك الفرصة. نعم، يعني الغاية الفلسطينية هي إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. بإنهاء الاحتلال يعني إنهاء الاستيطان، يعني إخراج المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، يعني إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس. لا يمكن لأحد أن يتنازل عن مدينة القدس. في الأساس انتفاضة 2000 هي قامت لماذا؟ لم تقم لفشل كامب ديفيد فيما يتعلق بمدينة القدس؟ المواجهات التي تأتي منذ عام 2015 إلى اليوم ألم تأتي نتيجة لعمليات التهويد والاستيطان في مدينة القدس والمحاولات المتكررة؟ هذه المرة المواجهات المعلنة والكثيفة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي مدينة القدس تحديدا، ألم يأتي ردا على التجاوز الأمريكي للقانون الدولي وأيضا لسلب حق الفلسطينيين بإقامة عاصمتهم أو بعاصمتهم الموجودة في مدينة القدس؟ جميع هذه القضايا هي في إطار النضال الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفي النهاية الشعوب هي التي ستنتصر مهما كان المستعمر المستوطن المحتل قوي. إرادة الشعوب هي التي تنتصر على الاستعمار، وهذه تجارب عالم، هذه هي كل ما شاهدناه من تجارب ثورية موجودة في العالم، انتصرت الشعوب. ولذلك الاعتماد على الشعوب، هي لديها الإرادة ولديها الطرق والمسارات القادرة على مناهضة الاحتلال. شكرا لك دكتور جهاد حرب، الأكاديمي والباحث الفلسطيني، كنت معنا مباشرة من مدينة رام الله. نذهب إلى دكتور حسن. دكتور حسن، هل تزال معنا؟ نعم تفضل. حياك الله دكتور. دكتور، يعني لماذا نطالب أنه إحنا يعني الجماعة على مدار أكثر من 20 عام، أكثر من عقدين، تعبوا وبنوا هذه المؤسسات ويسعون في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية إلى بناء دولة ودولة فيها حقوق إنسان وكذا إلى آخره، ويحلمون بدولة فلسطينية مستقلة والشعب من خلفهم ولا أحد ينكر ذلك، فلماذا تريدون أن نهدم كل هذا البناء عند قرار أمريكي أو عند اندلاع انتفاضة أو رغبة الشعب بالاشتباك مع الاحتلال؟ هل هذا يعقل دكتور؟ أنا كنت أتمنى أولا أن أستمع لأخي جهاد حرب، لكن للأسف الشديد لم أستمع لما قال. لكن عندما نقول أنه نحن كنا سلطة منذ أكثر من 23 عاما، هذه السلطة كان أمل أن تتحول إلى دولة، السلطة لم تتحول إلى دولة. الأرض تتآكل بشكل يومي، الاستيطان يزداد، التهويد يتم بشكل ممنهج بالقدس أيضا، كل هذا الكلام. وبالتالي نتحدث عن دولة ومؤسسات، المؤسسات الفلسطينية أصلاً غير موجودة، غير مفعّة، قائد غيبة، هناك تركيز في التعامل مع كل القضايا. إذا أنا بعتقد الأمم المتحدة مهمة، مجلس الأمن مهم،
لكن هؤلاء لم يصنعوا لن يصنعوا لنا دولة. أنا بدي أقول إنه بيصنع التاريخ وبكتبه هو شعب فلسطيني على الأرض يثبت حقائق، بالتالي العالم يتعامل مع هذه الحقائق. أما نبقى نتحدث بصورة إنهم بدنا دولة وبدنا مؤسسات وبدنا حقوق إنسان، أين هي الأرض التي نقيم عليها الدولة؟ ترامب أخذ 15% عندما تحدث عن القدس الكبرى عاصمة دولة الاحتلال، تحدث عن الأغوار 25%، لم يبقى 15% هي مستوطنات وقواعد عسكرية إلى آخره، بالتالي لم يبقى لنا أرض حتى نقيم عليها الدولة، وبالتالي علينا ألا نستخف بعقول شعبنا، لأن الناس تدرك حقيقة لو يعني هي لا تلتفت حول هذه السلطة اللي بنحكي عنها بشكل واضح. الناس يعني تخشى عمليا من يعني بتطالب السلطة بشكل واحد، وقف التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، وقف رهانكم على المفاوضات والمفاوضين، وبالتالي حتى عودوا لشعبكم، وشعبكم قادر على ابتكار كل أدوات مقاومة من أجل دحر الاحتلال. قضيتنا هي مقاومة هذا الاحتلال، بالتالي لا تحكموا حق الناس في مقاومة الاحتلال. مش معقول أنا بدي أبني دولة وبحاطب قطاع غزة حتى اللحظة. أشكرك دكتور، أشكرك دكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من طول كرم. أستاذ بشار في دقيقتين، نحن أمام مشهد يتكرر في كل مرة ونقاش يتجدد مع كل اشتباك مع الاحتلال كما أشرنا من قبل. المسألة كما تفضل الدكتور حسن تتطلب مجموعة من الإجراءات. السلطة ما تقوم به الآن هو إجراءات معاكسة تماما، إجراءات عقابية لقطاع غزة وملاحقة للمقاومة إلى آخره. ما المخرج؟ ما المخرج في دقيقتين بوجهة نظرك؟ أولا كل ما يمكن أن يقال عن المطالب من السلطة أنا بختصرها بواحد، نعم، أن تمتنع عن إيذاء المقاومة. مه. فقط. مه. أن تمتنع السلطة عن إيذاء المقاومة فقط، تطلق يد الشعب. هذا الوضع الطبيعي، ستطلق يد الشعب. نعم. فالحل أن الشعب سيأخذ بيده ومن خلال تجربته ومن خلال إنضاج الحالة الثورية والقيادة منها. والقيادة أخي لا تفرض، القيادة لا تفرض، الميدان هو الذي يصنع. وأيضا ليست قصة الانتخابات التي معروف من يعطلها اللي هو رئيس السلطة نفسه. نعم. هي القيادة تنضج وتصنع من خلال الميدان في حالة الاحتلال، إلا إذا كان في حدا مش مقتنع أنه فلسطين تحت الاحتلال. هم مش مقتنعين. إذا مش مقتنعين تحت الاحتلال معناته إحنا نبدأ من الصفر. نعم. وبالتالي توقف السلطة عن إيذاء المقاومة، الشعب سيستمر بمساره المقاوم بطرقه المختلفة، لا نتوقف عند طريق أو عند وسيلة، ونحترم كل الوسائل، ويجب أن نحترم كل الوسائل، حتى التعامل مع المجتمع الدولي والقانون الدولي والمؤسسات الدولية وغير ذلك، هذا كله متاح، لكن مش على قاعدة أنه إحنا نرى من زاوية واحدة، زاوية التمسك بالعملية السلمية اللي نتائجها الفعلية تنسيق أمني وتنسيق أمني فقط. هنا لن نصل إلى، وأنا هنا أريد فقط أن أذكر بأن نيلسون مانديلا عندما تفاوض مع المحتل اللي هو مختلف تماما عن الحالة الصهيونية، المجموعات اللي اسمها قبائل الزولو استهدفته، فقال حتى لو استهدفتني هذه المجموعات فأنا عدوي الاحتلال العنصري والنظام العنصري وليس شعبي. وصلت الفكرة، شكرا لك أستاذ بشار شلبي المحلل السياسي الفلسطيني، كما أشكر ضيوفي من فلسطين المحتلة دكتور جهاد حرب الأكاديمي والباحث الفلسطيني، ودكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس التشريعي الفلسطيني. أشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة، هذه تحيات الفريق العامل في هذه الحلقة، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم، السلام عليكم ورحمة الله.